ان لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك يا كابتن عمري ويغفر لك ويجعل مثواك الجنه الحقيقه يعني النهارده يعني برنامج الابطال يمكن ده اكتر حلقه الحقيقه يعني بيخيم الحزن على فريق عمل البرنامج وكمان انا شخصيا اكيد يمكن احنا اكتر برنامج في القناه كنا قريبين كتير من معالي الوزير العامل فاروق يعني بحكم ان احنا بنغطي الالعاب الاخرى وان هو كان يعني المقرب او يعني المسؤول الكبير او المسؤول الاهم عن العاب الصلاة الحقيقه النهارده انا عايز اتكلم عن معالي الوزير الانسان. طبعا كل جمهور النادي الاهلي عارف هو قد بصماته مع يعني العاب الصلاة يمكن انا مش هتكلم طبعا عن الدفنه وقد ايه يعني مظاهر الحب وازاي الناس كانت بتدعي له وتاثرت جدا يوم الدفنه ولكن انا هتكلم يمكن عن يوم آه العزاء. الحقيقه لما رحت العزاء آه وصلت يمكن آه يعني عانيت بشكل كبير ان انا اوصل لداخل القاعه. وقفت يمكن 45 دقيقه او اكثر في طابور طويل جدا آه من المعزيين اللي جايين يعزوا في معالي الوزير عمي الفاروق، الحقيقه ده كان حلم انا يعني ما كنتش متخيل ابدا وانا في الطابور ان انا جاي النهارده عشان اعزي معالي الوزير عمي الفاروق اللي كان دايما بيبقى هو اول المتواجدين في هذه المواقف وبالعكس بيقف ياخد عزا اي حد الصغير والكبير البعيد والقريب ما كنتش متخيل وانا واقف في الطابور ان انا جاي عزا معالي الوزير عامر فاروق انا ما كنتش مستوعب أه الحقيقه وانا واقف في الطابور أه لمده 45 دقيقه أه جمعني حوارات جانبيه مع كل الواقفين كل اللي واقفين يمكن خمسه سته قدامي وخمسه سته ورايا وده بيكلم ده وده بيكلم ده والحقيقه كان طابورين جنب بعض فتجاذبنا يعني اطراف الحديث كل واحد من اللي كانوا موجودين وهم بالمئات ليه موقف مع معالي الوزير العام فاروق حرفيا ما فيش حد جه يعزيه الا ما قال هذا الرجل محترم مؤدب مخلص امين كل واحد قال صفه من الصفات اللي لمسها في التعامل مع معالي الوزير عمي فاروق يمكن دي كانت القاعه في البدايه يعني دي كانت الظهر اللي راح بعد العشاء او راح بعد المغرب كان طابور طويل جدا من اول برك السيارات لغايه الحقيقه ما كان جوه القاعه طيب آه كل الناس اللي واقفه من وزراء آه لسفراء وانا بتكلم على الناس اللي قدرت تيجي العزاء في ناس كتيرة بسيطه جدا ما جاتش فريق كره اليد كله لانها داخل فريق كره الطائره كله داخل فريق رجال وسيدات كله كله داخل واللي داخل واقف بيتكلم عن الموقف اللي كلمه معالي الوزير العام فاروق فالنهارده بنتكلم عن شخص كان ليه اثر كبير جدا واثار اتصور انها تخلت فتره طويله جدا جوه النادي الاهلي. طيب انا على المستوى الشخصي يمكن انا اتكلمت عن يوم العزاء وقلت وشفنا كل اللي حضرتك شايفينهم ده انا كنت في الطابور ده يعني وهو ده النادي الاهلي التزام بتخش تقف ويعني بدورك مش عشان انا بنتمي لقناه النادي الاهلي او بنتمي النادي الاهلي فانا اتخطى اللي كان واقفين كل وكل وكان كله كان كان واقف واللي حضراتكم شايفينهم كلهم والله حرفيا كل واحد ليه موقف مع معالي الوزير العام فاروق